اسم الجمعية باش مشاركة؟ تعاوني تاريخ بس يعني فاش كانت نشكر بالضبط النساء الفاطن كنديروا طرس فاسي ديال اليد والراندا باليد والطرس باليد. واش كتضيفوا لهم بعض اللمسات جديدة بالنسبة لمواكبة العصر ولا أنه فاطن يعني دائما عاديين؟ ديما كاين الجديد، ديما الجديد كاين، كاين الطرس كنديروا الطرس النرويجي، العقدة الفرنسية، كنديروا الطرس الرباطي باليد، العقيق، فرانتي كروا باليد، الطرس الفاسي باليد. أول مشاركة هذه في هذا المعرض هذا ولا كانت؟ لا كنشارك. المنتوج اللي مشاركة به كان شي منتوج جديد ضفتيه للصناعة اللي كانت الصناعة التقليدية؟ كاين كنديرو ديال البلاد، الفن ديال البلاد، كنديرو أسبوعين ديال الدوم، ريقات، ديناب ديال الطرس. المهرجان واش كان واحد الاقبال من ناحيه الناس ديال الساكنه ديال اكادير ولا؟ لا هذا ثاني يوم شويه باقي ما كاين، الاغلبيه باقي ما عارفينش شنو كاين شويه بشويه. الاسم والجمعيه في المشاركه؟ الاسم اجيلا بولانوار، تعاونيه نساء اقا طاط، عمل الطاط. شنو هو المنتج اللي كتشاركي به؟ كنشارك بالكسكس، كسكس بالعدس والكسكس الخماسي، كسكس الرز سالة تباع كامل وخص ما هذا كاين. وشنو اخر؟ واش كتشارك؟ كنشارك بالبخور والبخور الصحراوي. البخور الصحراوي؟ ايه والشاي الصحراوي. عمرك شاركتي في شي معرض في المغرب ولا دائما نشارك خارج المغرب؟ عمرك شاركتي؟ لا هو اللي خاصنا برك حنا لونصه باش نروح ان شاء الله خارج المغرب. ان شاء الله خير. ان شاء الله. واش موجود بعدا مع متيه مع راسك؟ متيه راعي كاسك، شفت؟ راعي كاسك. تحيه للناس ديال الاقا وديما معروفين بالجهد والكرم. الله يطول عمرك. نتمنى لكم مسيره موفقه. شكرا. عليكم. صوفيا العبدي، ممثل تعاونية المحيط ديال الخزاف بأزافي، تعاونية الإبداع الخزافي، تعاونية كتضم الخريجين ديال مركز التعليم المهني للفنون والصناعة التقليدية. كنخدموا خزاف بطبيعة الحال، كنحاولوا نطوروا شي شوية، كنخدموا في مجال البحث العلمي وغير المادة. هذا الشيء اللي كانت الخزاف اللي كانت ديروا واش من الصنع ديالكم انتوما؟ بطبيعة الحال جميع المراحل كيداروا عندنا. اسفين نيت. اسفين. واش كاين الاقبال؟ واش كاين شي الحمد لله بالنسبه للمعرض شويه مازال يلاه بدينا. اييه. مازال يلاه بدينا، نتمنوا من الله خير. المشاركات ديالك واش كاين عده مشاركات؟ واش كاين شي مشاركات في معارض؟ بطبيعه الحال في الاول ديالنا حنا كنا كنخدموا كنمشوا للمعارض كلهم اللي كاينين في المغرب، من بعد ولينا كنختاروا، كنختاروا المعارض اللي كيكون فيهم الاقبال مزيان، كيكون فيهم بيع وشراء مزيان، والحمد لله. بحال هذا الخير هذا. كيطلب واحد الوقت في الصناعه ديالو ولا كاين يعني كاين الات اللي لا هادشي كله كيتخدم باليد، كيطلب يد. حنا كنحاولوا ما امكن نطوروا شويه الزواقه البلديه، يعني ما تبقاش شارجي بزاف في البياسه، ما تبقاش تاخذ ديك ماده اوليه بزاف، وفي نفس الوقت تكون عندها قابليه انها تتباع، يعني شويه الجديد. يعني تحيه لك. بارك الله فيك. نتمنى لك مسيره موفقه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في الصناعه ديالك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. المنتج ديالك واش وقع شي اقبال هنا في هذا المعرض هذا ولا كاين اقبال؟ والمنتجات ديالك اللي مسوقاهم الان واش ديال المنطقه ديال فونسكيت ولا كاين؟ كاين الفنه ديال المنطقه ديال فونسكيت، كاين العلاج ديال الاثار ديال فونسكيت، كاين السكسو ديال فونسكيت، كاين الكحل ديال البلاد. حنا سميتو التطبيقات ديال الدوم ديال البلاد، الطرس ديال اليد ديال البلاد كنصوبو هنايا. هاد الطرس هذا كتصوبيه هنا في الجزائر؟ اي كنصوبو هنايا.
شحال هادي تقريبا شحال باش كتوصلوا بحال الناس اللي كتستغرق في واحد الوقت كثير تقريبا تقريبا واحد شهر وهذا الطبق هذا هذا ديال لا ماشي الطبق على شهر هذا ديال الخبز والكسكس كان شي تعاونيه اللي كتعاوني معاه تعاونيه ديال والحنا ديال خمس قيد وهذا عليك هذا شنو هو الدور ديالو هو كنديرو مع اتاي كيشربو الناس اللي عندهم السكر السلام عليكم لالا بغيت نسولك شنو كديري دابا شناهي ديال تريكو كنديرو ديال باش مجمعيه باش مشاركاش جمعيه سيدي افني سيدي افني ديال الجرافيه شحال ديال الجرافيه وشنو كلشي الزرابي المقراط وشي غير ما جبناش حيت جميع الحرف ديال صناعه التريكو الاسم ديالك كابوس خديجه يلا خير معايا بارك الله عليك بارك الله عليك صحافي في الاخبار المغربيه السلام عليكم سي باش شنو الجمعيه باش مشاركه دعويه مهضره فين دعويه مهضره تقليم طاطا ايوا مصرفين باش كتشاركي دابا حاليا كنشارك الضربيه والكسكس وعندنا الصابون والحنه الطبيعيه تبارك الله عليك تبارك الله عليك تيسين تاعك الجمعيه تيسين اسم ديالك غني ابا تبارك الله عليك السلام عليكم وعليكم السلام الاسم ديالك اختي والجمعيه اللي مشاركه بها اسم الساحلي ربيعه شركه التعاون ديال المستقبل
اشنو المنتوج اللي حاليا معك؟ المنتوج عندنا زيت أرغان كتقدميه في المعرض، زيت أرغان الاكل وديال التجميل وجميع انواع الكسكس املو والعسل والحناء. وهاد المنتوجات واش نتوما اللي كت اه حنا اللي كنصايبوه؟ واش كاين واحد الاقبال في هذا المهرجان هذا اللي مشاركين فيه؟ الحمد لله، الله يجعل البركه. عمرك شاركتي في شي مهرجان؟ عده مهرجانات في المغرب، خارج المغرب؟ لا خارج المغرب، لا عين المغرب. تبارك الله. الجمعيه اللي مشاركه بها تعاونيه ديال فين؟ قريب دارودان. الاسم ديالك؟ ساحلي ربيعه. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مسيره موفقه في العمل ديالك.